الأم كلمة عظيمة صادقة ومعبرة، كلمة حركت رياح المشاعر داخلي وهزت سفن الإحساس في قلبي وهيجت بحار المحبة في حياتي. فأروع القلوب قلبك، وأجمل الكلام همسك، وأحلى ما في حياتي إنك أمي. فعالية مستوحاة من قصة واقعية بعنوان أمي للأستاذ محمد علي وتلاميذ المدرسة، فليتفضل. البلاد الصعبة قررنا أنا وصديقي نسافر إلى بلاد المغرب. فهاي الفترة اللي سافرنا بيها تعودنا على اتصال حنين بين صديقي ووالدته. ألو، هاي أمو، لا تبكي، أنا بخير. أبوي شلونه؟ أخوتي شلونهم؟ سلمي لي عليهم هواي، ترى مشتاق لهم. وبعد فترة 10 أيام انقطع هذا الاتصال بين صديقي ووالدته. علي، صار 10 أيام أخابر على أمه، يوم يقولوا لي مريضة، يوم يقولوا لي خطار، يمه والله تعبت. وبأول يوم العيد رجع هذا الاتصال بين صديقي ووالدته. علي، علي أم جاي تدق علي. ألو، هاي أمه، أنت منو؟ شلون؟ يا عمري وحياتي وراحة البال، يا العادية كل من صار ضدي، عفتيني يما محمل هموم وعفت دموع عيني تشوف خدي. يما الحال بعد صار مو حال، شيب من القهر براني على جلدي. يما العيد جاني وكنا مو عيد، عيد بلا يوم غمة تغمة. يما اصحاب عيد اغمهم اليوم وانا بلا يوم ترضيني. يما يوم تسكت علينا قبل لك مدة ثواني نزلت دمعة علينا، وتخيل الدمعة وشكلها، وتصور احنا شقد بجينا فتحنينا. هي المربية، هي الحنونة، هي العاطفة، هي الممرضة، هي التي تجنت تحت أقدامها أمي ثم أمي. اللهم احفظ كل أم على قيد الحياة، وارحم كل من أصبح تحت. أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا وبيها طول. أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا وبيها طول. أمي دكتور القوى، أم عز من الهوى، أمي ما تعرف حبك، أمي أحلى من الورد. أمي دكتور القوى، أم عز من الهوى، أمي ما تعرف حبك، أمي أحلى من الورد. قد احب سوالف امي، من رحت فدوى الحجيها